بتعرفي الله أعلم شو رح يجينا مصايب. يعني من حبيبك اللزقة شو عمل لك؟ لا تقوليها، عن جد عم تحكي؟ مو معقول؟ شو في إذا حكيتي لي؟ أنا مهتم أعرف ليش افترقتوا؟ ما دخلك، ماشي؟ أنت عملت منيحة وشكراً، بس لا تتمادى أكتر معي ولا أحط من هون. أحيط؟ ما حبيت هي منك، طلعتي غليظة فيها. ما بيبقى لوحدة حلوة مثلك تحكي هيك كلام. هالمرة رح أشرب شاي معك، بس ثاني مرة حتى لو طلبتيني ما رح أقعد معك. عيب يطلع منك هيك حكي. أنا كمان في عندي كرامة. على هالفتي لو سمحت. ألو. ألو ابني. أمي في أخبار عن خالي؟ ما في ولا خبر عنه، أنا بس كنت بدي أطمن وشوف وين صرت. ماشي أمي، أنا لازم سكر، بشوفك المساء. يلا. أنت شو طينتك؟ ما عم أفهم. ما بعرف، أنت قليلي احكي عني. أنا متعود على المدح، قد ما بدك امدحيني ما بقول لا، وبتقبل كلامك برحابة صدر. الإنسان المميز اللي مثلي إله قيمته، وأنا متعود على الكلام اللطيف. يعني مثل ما أنك شايفة أنا شبوبية وجمالي ماله مثال. بعد خلص خلاص اتركه خلاص يكفي خلاص عيب عليك خلاص بكفي خلاص خلاص اتركوني هيا دقيقة وحدة خلينا نتفاهم بعدين كل واحد يساوي اللي بده اياه القرار عندك بدك نتخانق ولا لا شو عم تعمل أمي ملاك حبيبتي ليش ما عم تطلعي من غرفتك؟ فيكي شي؟ لا شو بده يكون فيني؟ نحن من إمتى ما حكينا وفضفضنا لبعض همومنا؟ مانك شايفة حالتنا؟ المشاكل عم تجي واحدة ورا الثانية، ما عم تترك لنا مجال نحكي. قبل ما يخلص هم بيبلش الثاني. مزبوط عم تحكي. ملاك؟ هل كلب صبري عمل شي يزعجك؟ شو قصدك بهذا السؤال؟ رؤي بنتي مو مثل ما انك مفكرة، يعني ضربك مثلا او هانك او اذاكي بشي كلمة؟ لا يا امي ما اذاني. بدي اياك تحكي لي كل شيء صار من البدايه. شو بدي احكي سيد لؤي؟ انت بتعرف كل شيء. جاهز لتكتب؟ جاهز سيدي. تفضل عم اسمعك. صبري الكلب الواطي. احكي بادب لو سمحت. تفضل. شو بدي اقول عنه لكان؟ المهم هذا صبري خطف اختي، اختي ملاك، وبعدين اتصل فيي قال لي جيب اختي مشان تاخذ اختك. قلت لحالي ما فيها شيء رح اخذها، وحدد لي مكان نلتقي فيه، قال لي بتيجي على المقبرة القديمة. أخذت تسنيم ورحت، بس ما كانت معه ملاك ولا حدا. تاري كان حاطط بباله إنه يقتلنا أنا وتسنيم بعيد عن الناس. أول شي غزني برجلي بالسكين مشان أركع قدامه،
وبعدين طالع الفرد وحطه على راسنا نحن اتنين، وضلينا هيك حتى اجا قاسم على المكان وقوسه للكلب، يعني لصبري. واضح؟ طيب بس اجا قاسم فورا قوسه؟ لا، انا قلت له، لانه قعد ساعة يتفاوض مع هالكلب، قصدي مع صبري بيك، صار يقول له نزل الفرد، هذا كل شيء. تمام، اطبع لي أقواله. تفضل سيدي، وقع على أقوالك ولا تنسى اسمك وكنيتك بتوقع تحته. تمام، خلصنا هيك. محل ما طعني هالكلب برجلي معلم، ان شاء الله ما ضل اعرج عليها. جهز لي فادي مشان تبعتها على النيابة العامة وحطها بالملف على السريع. فرات لساته مفقود ما هيك؟ ليش بترجع وبتسألني عنه؟ شو مفكرني الدادة تبعه أنا؟ لا، مو لهالسبب، لأنه حضرتك لفت انتباهي إنك ولا مرة سألت إذا لقيناه ولا لا. هو رجال وبيعرف يتصرف لحاله، شو بدي فيه؟ يلا عن إذنك. كلثوم؟ خالته أمينة؟ أنا كنت جاية لعندكم، بس إذا رايحة على محل. لا والله مو رايحة لمحل، كان في ولدين مساكين بدي أعطيهم أكل، يظهر إنهم راحوا. تعالي فوتي، منيح إجيتي لعنا. تعالي عدي. خير؟ ليش ما عاد شفناكي؟ بهالأرض يا خالتي، عم نشتغل وأنا مرأة من هون قلت بشوفكن. ايه منيح. كيف أبوكي؟ أبي ماشي حاله مثل ما بتعرفي. إن شاء الله ما في شي عنكن. لا لا، ليش عم تسألي؟ لا ما في شي، هيك سؤال عادي، لأنه سمعنا عن مراد آغا الله يرحمه، إن شاء الله تكون مرقت على خير. الحمد لله. حاطة الشاي على النار، رح جيبه وإجي. شو جابها هي هلأ؟ يا بنت كلثوم، خير إن شاء الله. تسنيم، بيقولوا أهلا وسهلا. صار لشهور ما مرقت لعنا، ولما شفتها تفاجأت. يا ابني، استدعوا أهليهم لهدول الشباب. ايه، احكي لنا لشو، أكيد عندك أخبار لأنه بعرفك مختارة الحارة. تسنيم، أمينة قومي عطيني كاسة مي نشف حلقي. خالتي أنا رايحة. ليش لسه هلأ إجيتي؟ والله عندي شغل. راحت كأنها هربانة من شي. مين هاي البنت؟ بنت بكير وآمنة، كلثوم. آغا، شو بده يصير بهاد قاسم؟ وانتي ليش شغلة بالك فيه؟ نحن اتنين مديونين إله بحياتنا، شو نسيت؟ هاي رحت وقدمتي فاتي، وبعدين مننطر الحكم.
ليش عم تحكي بقرف؟ الزلمة أنقذك من الموت. ايه كتير أنقذنا، شوفي حالتي كيف. في أخبار عن فرات؟ ما ضل سيري غير عن فرات؟ وأنا شو بيعرفني وينه؟ دخيلك يا الله. تسنيم تعي ساعديني بالمطبخ. يلا جاية لحقتك، أصلاً كأنه ما في حدا غيري وغيرك ساكن بهالقصر. يلا بلا كتر حكي. نعم أي أنا لؤي. شو؟ طيب شكرا لك، أنا جاي فورا. ولا نزار ألو لؤي، شو صار؟ في شي جديد بخص فرات؟ لا أنا عم اتصل فيكي مشان الأولاد. شو بهون الأولاد؟ عايدة ومايا ونزار. شو في لؤي؟ اللي صاير معه شي؟ فتون خانم وينك هلأ؟ أنا هلأ بالورشة. طيب لا ترتعبي، يظهر عاملين خناقة وأخذينه للشرطة على المغفر. رح أجي وأخذك ومنحكي على الطريق إذا بدك. ماشي ناطرتك. شو في بنتي؟ أخذوا الأولاد على المخفر، الظاهر عاملين مشكلة. لا تأخذيني خالتي، أنا لازم روح. روحي لا تأخر، يلا الله معك. سلام. ست أليف؟ ليكون صاير شي بالمعهد مو منيح؟ لا والله مو بالمعهد، في حدا بيقربني موجود هون. خلينا نفوت نشوفهم. سمعتي المرة اللي اجت اليوم شو حكيت؟ بعد ما سمعتها حسيت بغصة كبيرة بقلبي وحسيت حالي بدي موت إذا ما اتصلت بأمي وسمعت صوتها. وأنا مثلك كمان، يا ترى أم مين هي؟ أكيد أم شي حدا من صفنا، نياله شو محظوظ. اشتقت لها لأمي كتير. معلش توطوا صوتكم، مو شايفيني عم بدرس؟ شفتوا هالبنت شو عنيدة؟ الكل بيحكي عليها، وبتتذكروا هداك الشاب الحلو قد عيطت عليه؟ إن شاء الله عمرها ما تدرس، صح سجلت فيديو للمرة؟ عن جد؟ رح تعملي لها مشاركة؟ طبعاً بدي شاركة. يا شباب لا تضيعوا لي وقتي، احكوا لي بدون كذب، ليش تخانقت أنت وياه؟ شكله ما عجبني. اشكر ربك انه زحطت رجلي ووقعت، لولا هيك ما كنا هون يا سيد. انتبه على كلامك احسن ما اخلص عليك. خلص انت وياه اسكتوا. سيد بظن حضرتك شايف مين المشكلجي بيناتنا. مرحبا. اهلا انا نقيب لؤي. برافو عليك، من اول يوم مشاكل. أمينة وين نبال؟ قاعدة بغرفتها، قلت لها الأكل جاهز بس ما بدها تاكل. ايه على راحتها. أمينة صبي لي منها مرة تانية. فرات لهلأ ما فتح موبايله ولا عرفنا شي عنه، والله شي غريب. ما ضل محله ما دورت فيه وسألت عليه. الله يجيب العواقب سليمة. عدنان بيكون بالطيارة ولا بشي محل؟ أنا شو بيعرفني وينه؟ ما ضل عندكم سيرة غير فرات؟ أنا ما عندي هم غيره يعني؟ طيب ما شغل بالك عليه؟ لا أبداً، أنا ما بينشغل بالي على حدا، بيكون وصل عند بنته ونسيان يشحن موبايله.
شو خالتي؟ عم تعدي علي اللقام؟ معقول تحكي هيك مع خالتك؟ صحتين على قلبك، بس عم قول بقلبي ما شاء الله على شهيتك، ما في شي بيأثر عليها. ايه أنا هيك. وين فتون وولادها؟ يظهر بالمعهد صاير مشكلة مع الأولاد وراح تشوفهم. لؤي إجا على الورشة وأخدها. السعادين ما فيهم يقعدوا عاقلين. فتون بنتي شو صاير معك؟ بس إجي بحكي لك، نحن هلأ طالعين. إيه ماشي. جواد يا قلب ستك وروحة، ليش ما عم تاكل صحنك؟ نارين وانتي شبكي ساكتة ما عم تحكي شي؟ أخوكي كمان ما اتصل فيكي؟ لا أبداً ما اتصل، بس مثل ما قال عدنان بيكون هلأ قاعد مع بنته وطاير عقله من الفرح. ليش عم تتخانق وتعمل مشاكل؟ حلوة هي البهدلة قدام الناس؟ لؤي لا تعيط علي قدام هالولاد. ليك لا تعصبني، امشي قدامي. خالتي حاجتك تفحصيني مثل كأني ولد. امشي وأنا بورجيك بالبيت. أنا ما عملت شيء، هداك إجا وتهجم علي، شو بدي أتفرج أمير عليه؟ لا تخليني أعصب عليك أكثر من هيك، امشي لشوف. وهلأ أحكي لي مثل الخلق شو صار معكم، يلا. غريب والله، فرات ليش هربان من الكل وما عم يخبر حدا؟ ونارين قصتها قصة كمان ما عم يطلع صوتها. ما بكون تسنيم إذا ما طلع وراهن. إنا خير إن شاء الله، بلاقيكي إجيتي لهون مو عأساس عم تنامي فوق. بدي نام هون، عندك مانع؟ نامي وين ما بدك، شو دخلني؟ تفضلي. هي آخر ليلة إلي بهالقصر، بعد اليوم لو ربطوني بالسلاسل ما بقعد هون، عم تفهمي؟ حطي ببالك هالشي كتير منيح. بس كل الناس عم يحكوا بهالقصة انه الواطي صبري عمل شي مع اختك. مالك جابت لك سيرة إذا هالكلب عمل معها شي ولا لا؟ وإنت ليش عم تسأل؟ أنا بسأل ولازم تجاوبي. مو على كيفك عدنان. نحن ما صدقنا إمتى الناس ما عاد حكوا بسيرة رجب ونسيوا، طلعت لنا هي؟ هالبنت نهايتها ما بصير تكون هيك. العالم عم يحكوا طالع نازل. طبعاً ما حدا بيسترجي يجي يقول لي كلمة بوشي، بس رضا سمع وخبرني. بدك تصير سيرتنا على كل لسان أنت وبنتك؟ قالت لك شي؟ عمل معها شي؟ انت لازم تسأليها. انت ما تتدخل باختك، وباذن الله ما بصير شي سيء، بس هي لساتها مصدومه. امي ما بدنا يطلع علينا حكي انه نحن جماعه بلا شرف. يلي بده يحكي شي يجي ويقول كلامه بوشي. بس يا امي العالم ما رح يقولوا شي لا قدامي ولا قدامك، هنن رح يحكوا من ورانا وانت بتعرفيهم كيف بألفوا مية قصه. اطمن، انا من زمان سديت اذني لهذا الحكي والعلاك.
وبعدين إذا كانت بنتي غلطانة أنا أول وحدة رح أعاقبها، فهمت ولا لا؟ ما تصبي شاي، مو شايفتيها فاضية؟ أمين استني، الإبريق قدامك سكوب لحالك. معلش فوت؟ ابني؟ طبعاً معلش تفوت، ما بدي سؤال حبيبي. ما سألتك شو بن إيديكي؟ إيدي نارين! نارين! هدول شوية جروح، الصبح لما طلعت اتمشى كان على الطريق في حجار تفركشت فيهم ووقعت وانجرحت ايدي. امي هذا جرح بسيط؟ تعال اقعد هون. انت حامل هم بقلبك بس ما عم تحكي لي اياه. قديش كنا نقعد أنا وياك ونحكي سيار ونفضفض لبعض، بتتذكر؟ إذا عندك مشكلة بتقدر تحكي لي إياها. ما في شي مهم والله، أنا وعائشة تخانقنا من فترة. طيب أنت وفتون عن شو بتحكوا؟ أنا وفتون؟ بصراحة لما تخانقت مع عائشة قلت بطلب مساعدة من فتون، كونوا عائشة وعايدة أطباعهم بتشبه بعض، اثنيناتهم عنيدين وبس. فهمت عليك. عايدة استني لشوف قدام لؤي بيك، بجوز ما بدك تحكي إلنا ماشي، بس هلأ بدك تحكي شو صار. قلت لك ما في شي مهم، كل القصة أنه نزار ضربه الأمير وأمير ما سكت صار يرد له الضرب. لو شفتيهم كيف تخانقوا كأنه في قتيل بيناتهم. أمير هذا مو ابن أختها للست أليف؟ أي. طيب وإنتي شو علاقتك فيه؟ حبيبي الجديد ماشي عجبكن؟ شو؟ عايدة عايدة تعي لهون. أمي مع هيك نحن لازم نتأكد، خلينا بكرة ناخدها على الدكتور ليفحصها ومناخد منه تقرير، وإذا حدا حكى من زدته بخلقته من خرصه. وأنا إذا بتعمل هيك بدي أخذ التقرير وأضربه بوشك. لك أنت ما بتستحي؟ هالشي ما رح يصير. أمي شو ما بدك قولي، أنا قررت بكرة رح أخدها وما حدا رح يتدخل فيني. مرت عمي ما رح تسمحي بهالشي يصير، ملك رح تنهار. دخيلك يا ربي، انت من وين طلعتي لنا؟ بعمري ما حسيت تجاهك كأم، بس لأنك حملتيني ببطنك 9 شهور بالنهاية أنت مظلومة مثلي. يا الله ليش أنا بتأثر بسرعة؟
عايدة زويتيها كتير، ممكن تتفضلي وتحكي مثل الخلق؟ والله ما في شي مهم أمي، نزار وغيرته الزايدة علي هي سبب المشكلة. بس أنا ما فهمت ليش فجأة صرتي تهتمي بموضوعنا. كيف ما بدك يعني اهتم؟ اليوم رحنا لميناكم من المخافر يا ست عايدة. صار هالشي معنا لأنه نزار مثلكم مو حابب يصدق كلامي، قلت له في واحد تاني بحياتي وأنا بحبه كتير. لسا مبارح كل ما تحكي عن نزار عيونك بيلمعوا، كيف بهالسرعة حبيتي واحد غيره؟ ليش كتير مهتمة بالسيرة؟ ما عم بفهم عليكي. هي نزار شاف في عينه وأنا ما عم كذب وتهجم على الشاب. كيف بتقدري يكون ضميرك مرتاح؟ نزار بيكون انكسر قلبه عليكي، بتعرفي هالشي؟ وأنا قلبي شو صاير فيه؟ بكفي بقى تعبت عايدة، لسه ما خلصنا كلامنا. أمي لو سمحتي تركيني بحالي لأنه شوي تاني بطق من الأهل. عايدة لا تضغطي علي أكثر، أنا ما بتحمل. ما كان ناقصك غير الزعرنة، ليش خليتهم يسحبوك على المخفر؟ أساساً ليش هجمت على الشاب؟ لأنه واحد كذاب وممثل. بالله يعني إذا كان الواحد بده يمثل بدك تهاجمه؟ أنا متأكد أنه في سبب تاني وهلأ بدك تحكي لي. بابا لا تعيط على عمي وتضغط عليه، من غير شي هو صار له كم يوم مزعوج. عايدة بدك تحكي لي القصة من أولها، بس ما بدي اسمع نفس الجمل كل مرة، بدي أعرف حقيقة المشكلة اللي صارت. ليش ما بدكم تفهموا؟ أنت عم تضحكي على أولاد صغار؟ احكي لي شو عم بيصير؟ أنا ما عم أضحك عليكم ماشي؟ وأنتوا ليش مو حابين تسدوا وتصطفلوا هي مشكلتكم؟ اعتقوني أنا مليت من هالسيرة رح أختنق. ملاحظة حالك كيف صايرة؟ شفتي لوين وصلتينا ست عايدة؟ أمك صار لها كم يوم همها هو أنتي، أصلاً من وقت ما أجينا لهون وهي عم تركض من شاننا حتى ما تخلي شي ينقصنا. ونزار منيح معك كمان، وانتي تركتيه مجروح وما سألتي، وهلأ طلعتي لنا برفيقك أمير وعم تقولي إنه حبيبك، وفوق كل هاد أكل قتلة بسببك من دون ما يكون ذنبه. بكفي. خلصتي محاضرة؟ لا أمي، ولا انتي ولا نزار مضطرة أشرح لكم شي، وإذا بتريدي لبقى تسأليني. مبلا مضطرة تحكي. لا ماني مضطرة. مبلا وحاجة عندي، مو من حقك تتعاملي هيك مع الناس يلي حواليكي. اصحي على حالك، ليش ما بتواجهي مشكلتك؟ واجهي مشكلتك واعترفي فيها. أنا هذا طبعي، عجبكن ولا لا؟ طبعك بدك تغيري لأنه عم تخلينا نتعذب على الفاضي. شي مرة طلعي وراكي وشوفي شو عم بيصير بسببك، تاخدي قرارات على كيفك وبتطبقيها على كيفك وبعدين بتقولي أنا هيك طبعي وما دخلكن فيني. ما دخلك، وانتي بالذات لبقى تدخلي فيني. عم تفهمي؟ هي حياتي أنا، بكفيني كل الوقت محبوسة معك بهي الغرفة الصغيرة، مليت منك. مليتي مني؟ ايه مليت. شو عم تفكري؟ انجرح شعورك؟ مو انتي بتقدري تتجاوزي كل شي؟ هي كمان رح تتجاوزيها اطمني، مثل ما عندك قلب بيسامح الكل بدك تسامحيني. مو انتي متفهمة الكل؟ فهميني الي كمان. عايدة شو بكي؟ أنا هيك من يوم يومي، عايدة الأنانية يلي ما بيهم الشي. إيه؟ هي هي طريقة حياتي، بترجعكي تركيني عيشة.
لك شو عم يصير؟ ما عاد فيني اتحمل القعدة هون. انت كيف الوضع عندك بالبيت؟ اذا اجيت لعندك بتستقبليني؟ ولو يا عايدة، ما اقول عم تسألي بتجي امتى ما بدك. احجزي وتعالي ولا تفكري بشي ابدا. بعدين انا وامي قاعدين لحالنا بالبيت، انت دبري اجار الطريق والباقي اتركي علي. ماشي، بخبرك شو بصير معي بعدين. طيب رح انطرك. خير، ليش سهراني لهالوقت؟ مالي. وانت؟ مو جاييني نوم. بلال، ها؟ معك تديني شوية مصاري؟ ليش بدك ياهم؟ خلص اعتبرني ما حكيت، الحق علي طلبت منك. أنا سألتك ليش، ما قلت لك ما رح أعطيكي. يعني رح تعطيني؟ استني طالع جبلك. ألو. نعم سيدي، بعتذر عمدق بهالوقت. شوفي صبري، أخوه للست سنين هرب. أنت شو عم تقول؟ كيف خليته يهرب؟ يا سيدي، قال لي بده يروح على الحمام وأنا أخذته لهنيك، قام هرب من الشقة. شلون بيهرب منك؟ إذا هو مو قدران يمشي أو يعيش لبكرة، ليش ما خليته تحت مراقبتك كل الوقت؟ شو بدنا نقول لوكيل النيابة؟ أنا ليش حطيتك عنده؟ روح انكش لي إياه من تحت الأرض. يلا. Ha 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 ha
شكرا، بس رح رجعهم. خلاص ما في مشكلة، سجلتهم عندي بالدفتر. شكرا، تصبح على خير. هيك رح يكون أحسن. شوفي. صباح الخير عدنان آغا. مين عم يحكي؟ أنا نور من عنتاب. سمعت إنه الأخت ملك خطفها واحد كلب، هلا منيحة؟ إيه منيحة. ولا يهمك، بدنا نحمد الله إنه خلصت حالة منه، واللي صار صار، لا تفكروا فيه. أنت شو عم تقولوا لا؟ عم قول الحمد لله على سلامتها، ما قصدي شيء. ملك! لشو كل هالعياط؟ أخي لوين؟ لوين يعني؟ لعند الدكتور حتى نعرف إذا هالكلب لمسك ولا لا. وصلت فيك الندالة لهون؟ ما بسمح لك تشك بشرفي، عم تفهم؟ ما بيهمني رأيك، اتحركي، امشي قدامي. تركني ماني رايحة معك على محل. شو في عدنان؟ أمي أنا قلت لك يلي بدي أقوله، شو ما عملته أعمله، بدي أخذها أفحصها. امشي أمي، ساعديني كرمال الله. امشي وليه؟